بالتأكيد سامعين يا شباب؟ سامعين سامعين دكتور. دكتور. أوكي، أخيرا اللي هو الكلينيكال سيمتوم مثل الأورتيك دايسكشن. طبعا مثل ما قلت لكم اليوم إنه يجوز ألم الأورتيك دايسكشن بفوق أضعاف ألم حتى المايوكارد انفاركشن. قديش تسمعوا إنه ألم شلطة القلب شديد، هذا الألم لسه أشد بكثير. عادة المرضى بيصير عندهم sudden excruciating pain، ألم غير محتمل بشكل مفاجئ. أنا بتذكر حالي لما كنت امتياز، ضغط المريض يعني معروف إنه كان عندنا مريض دائما يجي في ضغوط عالية جدا، الضغط الانقباضي فوق ال 240 250 يكون عنده، ولسوء الحظ وقتها صار في رابتشر نتيجة الدايسكشن، ممكن يصير في رابتشر مثل الانيوريزم، وتوفى المريض بالهايبر فولمك شوك. المهم صدم اكسكريشيتنج بين، الالم بيبدا مثل ما حكينا حسب المنطقه اللي بدا فيها. لاحظوا معظمهم بدوا في الاسندنج اورتا، لكن ممكن يصيروا في الديسندنج اورتا، وبالتالي الالم اول ما يجي على الطوارئ وتكونوا موجودين على طول، شو بتفكروا بالمايوكارد انفاركشن، بيبدا عاده في الانتيريور شيست، ومن ثم حسب وين بيوصل بيمتد الالم، بصير في له راديشن بوستيريرلي باتجاه الباك بمعنى اخر، حسب المنطقه اللي وصل لها الدايسكشن. عشان هيك طالما بدك الانتيريور شيست، اكثر الحالات اللي تدخل في الديفرنشال دياجنوستس هو وجود المايوكارد انفاركشن. الالم ممكن يتجه للاسفل along the dissection، يوصل للبطن حتى كمان اذا اخذ الابدومينال اورتا مثلا. المريض بصير في عنده طبعا الجوع الهواء بنسميه air hunger and shortness of the breath، مش قادر يتنفس، عنده يعني قصر في فترات التنفس، معنى اخر تاكيبنيا. الضغط عادة بيكون غير متساوي ما بين الأعلى والأسفل، خصوصا إذا ترافق بوجود يعني عدم وصول للدم باتجاه الأطراف السفلية. An equal pulse or blood pressure between lower and upper extremities. المريض إذا مش عم بوصل دم باتجاه الدماغ رح يصير في عنده كولابس. ومثل ما حكينا الألم عادة may be confused with acute myocardial infarction. على طول المريض بتعمل له ECG بفرق، وبتاخذ له الكاردياك انزيمز كمان بفرق ما بين اللي هو الأورتيك دايسكشن وحدوث الميوكارديال انفاركشن. لكن مثل ما حكينا هي الآلام شديدة جدا، تبدأ في أمام الصدر وقد تتجه باتجاه الباك أو حتى تصل باتجاه البطن. راح أعطيكم مقدمة اليوم عن الانفلاماتوري ديزيز اوف ذا بلاد فيزلز اللي هي الفاسكولايتس، عشان نحكي عنها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. رجاء فتحوا يعني أذنيكم وعيونكم منيح، بعطيكم بس فقط سلايدين او ثلاثه على الكثير، ونبدا ان شاء الله في المحاضره القادمه ناخذهم بالتفصيل. هاي من امتع المواضيع اللي نعرفها اللي هي الفاسكولايتس انفلاميشن اوف ذا وولز، نقطه فيري امبورتنت نبدا فيها. لما احكي في عندي فاسكولايتس من ناحيه يعني مرضيه، يجب مشاهده الخلايا الالتهابيه في الطبقه الوسطى من الوعاء الدموي، هذا نقطه فيري امبورتنت. Inflammation of the walls of the media of the blood vessel وقتها بسميها vasculitis، وتشاهد في العديد من الأمراض. الكلاسيفيكيشن معتمد عادة على الباثوجينيسيس، شو المسبب؟ ممكن يكون في عندنا احنا direct infection caused by bacterial vasculitis, viral rickettsial vasculitis etc. ممكن يكون في عندنا immunologic causes للvasculitis، أمراض كثيرة تعتبر لسبب مناعي أو مرافقة لوجود أمراض مناعية في الجسم. في عندي مجموعة لا يستهان فيها، هي المجموعة الأكبر اللي مش معروف شو سببها، على رأسها أشهر مرض في الفاسكولايتس اسمه جيانت سيل أرترايتس، أو بيختصروه أحيانا بيحكوا له تمبورال أرترايتس، باعتبار أكثر منطقة بسيبها هو التمبورال أرتري. إذا تصنيفاته مرة ثانية، مجموعة مش معروف شو سببها، جيانت سيل أرترايتس مثال عليها، مجموعة كبيرة كمان immunology، ومجموعة لها علاقة ب يعني known causative microorganism سواء بكتيريا أو فيروس أو ريكيتسيا. الآن إيش الساينز والسيمتومز اللي بتجمع الفاسكولايتس؟ الأعراض والعلامات لجميع أنواع التهابات الأوعية الدموية، ما هي أعراض عامة طبعا، signs and symptoms. المريض خلال سير المرض يصير في عنده ارتفاع في الحرارة fever، عنده arthralgia، وفي عنده myalgia، آلام مفصلية، آلام عضلية، وحدوث تعب أو إنهاك عند المريض. هاي أعراض أربعة وعلامات أربعة عند المرضى، بغض النظر عن اللي هو سبب الفاسكولايتس، هل هو due to direct infection أو immunologic أو هو of unknown origin. ارتفاع في الحرارة، آلام عضلية، آلام مفصلية، بالإضافة إلى إنهاك وتعب خلال سير المرض.
الآن بدنا نفسر والله كيف اللي هو الاميون كومبلكسز ممكن ان هي ضمن الاميونولوجيك. حكينا احد الاسباب ممكن تكون دايركت انفكشن او اميونولوجيك او فيا اوف اندر. الآن كيف اثبات لدور المناعة؟ هذا من اهم السلايدات اليوم راح اكتفي فيه يعني اليوم ان شاء الله، بس لكنه فيري امبورتنت خصوصا في اخره. هلا وجود المعقدات المناعيه احيانا تثبت الدور المناعي في حدوث هذا النوع من الفاسكولايتس. احنا حكينا اما هي ديو تو دايركت انفكشن او ديو تو اميونولوجي او ديو تو او انها يعني اوف ان نون اوريجن. كيف الدور المناعي؟ من خلال وجود معقدات مناعيه على جدران الاوعيه الدمويه. ما ننسى مره ثانيه انه لما احكي فاسكولايتس يجب مشاهده الخلايا الالتهابيه على جدار الوعاء الدموي نفسه. هلا في عندنا شيء اسمه دي ان اي انتي دي ان اي كومبلكسز، معقدات مناعيه مؤلفه من دي ان اي انتي دي ان اي موجوده وين؟ على الفاسكولار ليجنز، يعني بمعنى اخر على الفاسكولايتس عند المرضى اللي عندهم اس ال اي اسوشيتد فاسكولايتس. المرضى اللي عندهم مرض مناعي ذاتي اسمه سيستميك لوبس اريثيماتوسس اللي هو مرض الذئبه، هذا اسمه سيستميك، فممكن غير الكبني غير الهارت غير اللانج غير السكن ممكن يصيب الاوعيه الدمويه. المرضى اللي عندهم فاسكولايتس مرضى الـ SLE اللي صار في عندهم اسوشيتد فاسكولايتس اخذوا هالبلد فيزلز اللي صار فيها الانفلاميشن وفحصناها من ناحيه مناعيه، وجدوا على جدران الاوعيه الدمويه وجود معقدات مناعيه نفسها بتكون مترافقه عن مرضى الذئبه اللي هي دي ان اي انتي دي ان اي كومبلكسز. شو الاستنتاج معناها؟ انه التهاب الاوعيه الدمويه اللي صار عند المرضى اللي عندهم SLE هو بسبب مناعي، تم إثبات هذا السبب من خلال وجود معقدات على جدران الأوعية الدموية مؤلفة من دي ان اي انتي دي ان اي كومبلكس. هذا الإثبات الأول. رقم 2، في عندنا كمان معقدات مناعية اميون كومبلكسز مؤلفة من هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، انتي هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين. وين موجودة؟ في الدم، في السيرم. موجودة كمان برضو في الفاسكولايتس عند المرضى اللي تم إصابتهم بهيباتيتس بي وهيباتيتس سي فيروس. شو معنى هذا الكلام؟ إنه المرضى اللي ممكن يكون في عندهم هيباتيتس بي أو هيباتيتس سي ممكن خلال سير المرض يصير في عندهم أسوشيتد فاسكولايتس. التهاب الأوعية الدموية اللي حدث عند المرضى اللي عندهم هيباتيتس بي أو هيباتيتس سي هو نتيجة وجود رد فعل مناعي داخل الجسم. كيف تم إثبات هذا الشيء؟ من خلال اكتشاف وجود معقدات مناعية على جدران الأوعية الدموية عند المرضى اللي عندهم التهاب كبد بائي أو يعني بي أو سي مؤلفة من هيباتيتس بي سيرفيس أنتيجين وهيباتيتس بي أنتي هيباتيتس بي سيرفيس أنتيجين. مثال ثالث، المرضى اللي عندهم كرونيك هيباتيتس سي ممكن في آن واحد يصير في عندهم التهاب في الكلية glomerulonephritis. In such cases الأوعية الدموية الكابيلاريز الموجودة في الجلوميرولاي تمام تم اكتشاف وجود معقدات مناعية عليها. من ايش مؤلفة؟ بدات السي سيركس انتيجين انتي بدات السي فيروس انتي بادي. وين موجودة؟ في الكابيلاريز ضمن الجلوميرولاي، وبالتالي المرضى اللي عندهم هيباتيتس سي وصار في عندهم التهاب في الأوعية الدموية داخل الجلوميرولاي في الكابيلاريز ضمن الجلوميرولاي هذا كمان نتيجة حدوث رد فعل مناعي داخل الجسم. كيف تم إثبات هذا الشيء؟ من خلال وجود معقدات مناعية مؤلفة من هيباتيتس سي سيرفيس أنتيجين ومعقدات أنتي هيباتيتس سي فيروس أنتيباتس. هذه كلها بتثبت الدور المناعي في تفسير بعض أنواع الفاسكولايتس ممكن تكون حدثت عن مرضى عندهم SLE مثلا، عندهم روماتويد أرثرايتس، عندهم هيباتيتس بي أو هيباتيتس سي إلى آخره. آخر معلومة اليوم، إذا إحنا بدنا شكينا بوجود فاسكولايتس عند المريض، شو أهم فحصين أو قد أو فحوص نطلبها للمرضى؟ الإجابة مجموعة اسمها الأنكا أنكا، والشيء الثاني ممكن نطلب اللي هو الأنتي إندوثيليال سيل أنتيبادي. طبعا المرضى مش بوجود اس ال اي ممكن نطلب كمان الدي إن إي أنتي دي إن إي كومبلكسز. المهم عندي مجموعة الأنكا هاي، إذا مريض شكيت بوجود فاسكولايتس بدي أطلب له الأنكا. إيش هي الأنكا؟ اختصار لأنتي نيوتروفيل انتي نيوتروفيل سايتوبلازميك انتي بودي. هاي الانكا مجموعتين، سي انكا سي انكا وبي انكا. سي اختصار لسايتوبلازميك انتي نيوتروفيل سايتوبلازميك انتي بودي، والبي اختصار لبيرينوكليار بيرينوكليار انتي نيوتروفيل سايتوبلازميك انتي بودي. المجموعه كلها اسمها الانكا انتي نيوتروفيل سايتوبلازميك انتي بودي، ما
مش مواطنين، سي أنكا وبي أنكا، بفرقوا ما بين أنواع معينة. ها ممكن ما يفرقوا بالمرة، يكونوا مشتركة السي والبي، وأحيانا بيكونوا كاركترستيك لنوع معين، وبالتالي بيستخدمها في التشخيص ما بين مرض ومرض. مثلا السي أنكا بتكون بوزيتيف عن مرضى عندهم التهاب أوعية دموية اسمه ويجنر، ويجنر جرانيولوماتوسيس فاسكولايتس، أي واحد هذا بيرتفع فيه السي أنكا. والبي أنكا بيرتفع مثلا كمثال في كثير مثل الأمراض رح تاخذوها، لكن من أشهرها مرض اسمه شيرك ستراوس سيندروم، شيرك ستراوس أو ستراوس سيندروم، بيرفع عدد من البي أنكا، سي أنكا مع الويجنر، البي أنكا مع شيرك ستراوس سيندروم. من الفحص الثاني اسمه أنتي إندوثيليال سيل أنتي بادي، لاحظوا أنتي إندوثيليال سيل أنتي بادز، أجسام ضدية مهاجمة ضد الإندوثيليال سيلز. وين بتكون بوزيتيف؟ عن المرضى اللي عندهم اس ال اي سيستميك لوبس اريثيماتوسس، لاحظوا الاس ال اي الانتي اندوثيليال سيل انتي بادز والدي ان اي انتي دي ان اي كومبلكسز، بالاضافه لمرضى اللي هم الكاوازاكي ديزيز، مرض اسمه كاوازاكي تاخذوه ان شاء الله في المحاضره القادمه. في اي سؤال الان؟ في اي سؤال يا جماعه؟ دكتور بالنسبه للانيوريزم في الهارت كنت بدي أسألك، الكاردياك تامبونيد هو يعني أنيوريزم ورابتشر بصير؟ لا طبعا مش نفس الحالة. كاردياك تامبونيد وجود شيء اكسترنال بيضغط على القلب من الخارج، ممكن يكون القلب طبيعي، شاب ممكن يكون عمره 15-17 سنة ويصير عنده كاردياك تامبونيد، تعرض لحادث سير، تعرض لتروما على الشيست وول، صار في رابتشر مثلا مش رابتشر، صار في فراكشر للريبس، هذا الفراكشر سمح بدخول كميات كبيره من الهواء من برا لجوا، الهواء ضغط على القلب عمل كاردياك تامبونيت، تخانق هو وحدا قام واحد ضربه سكين، صار في عنده رابتشر للهارت مثلا نقدر نقول، او رابتشر اوف ميجر بلاد فيزل في داخل الشيست، وصار في عنده بليدنج ماسيف بليدنج حوالين القلب، ضغط على القلب، هذا بسميه كاردياك تامبونيت. بالتالي التامبونيد هو وجود external pressure على الهارت من الخارج، ما لهش علاقة بالانيوريزم. اوكي؟ اوكي. في أي سؤال تاني؟ طيب يعطيكم العافية.